شباب الكرام، السلام عليكم. معكم الشافع عباس البخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وفي صحه جيده وكل ما كتمناو في حياتكم ان شاء الله. وكنتمنى ان شاء الله تتبعوا هذه الحلقات وما تنساوش تدعموا القناه بالفضل ديالكم ان شاء الله. وكنتمنى لكم صحه جيده. يلا ندوزو الوصفه ديال الحلقه ديال اليوم. يلا الوصفة ديالنا ديال اليوم ان شاء الله، الحلقة ديال اليوم عندنا عصير ديال، عرفتوا هذا شنو ولا ما عرفتوش؟ هذا عصير ديال مانجا، ديال مانج كما كتلاحظوه. نتمنى ان شاء الله يكون كيبان لكم مزيان. هذا هو الحلقة ديال اليوم، عصير ديال مانج ان شاء الله غادي نعملوه بنفس لاباز اللي عملنا ديال الاورانج. الرابط ديالو في صندوق الوصف، لاباز ديال العصير. غادي نمشيو ان شاء الله نطحنوا العصير ديالنا. كما قلت لكم، حتى اللي ما عندوش الاخر الخلاط الكهربائي، عنده مولينكس يطحن بمولينكس بحال بحال. هنايا كما كتلاحظوا غادي نعمل كما العاده قليل، وهنا الماء بارد. الماء ضروري خصو يكون بارد. بسم الله على بركة الله. وهنا ديما كتعملو غير شوية، غير بحال هكا. يعني هاد أي خضر عملتوها كتعملو مكون قليل من لاباز العسل والماء، ما نزيدوش، غنطحنو هكاك باش الموس يشد الخضر يطحنها مزيان. إلا عملتو الماء بزاف خلطوا الماء عمرتوه ما يطحن لكمش مزيان، خصك تصفيه وخصك بزاف ديال لاما تعمل غير بحال هكا، طحنو مزيان وعاد يمكن تكمل تزيد عليه الماء. ما انتما كما كيبان لكم راه خاطر بزاف. هنا غادي نعمل شويه ديال الماء، داكشي اللي غيخصني ديال الماء غادي نعملو لحقاش هذا قاسح بزاف. العصير ديالنا واجد، يعني دغيا العصير كيكون في رمشة العين بلاباز ديالنا اللي كتكون واجدة. غادي نعملو، تشوفو الخطورية واخا شو شحال زدت ليه ديال الماء خاطر بزاف. هانتوما كيما كيبان ليكم، يعني خاطر وفي المذاق رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، وما تنساوش الاشتراك والبارتاج مع الاصدقاء. وكنتمنى ان شاء الله تدعموا هذه القناه تزيد القدام، وكل شيء بالفضل ديالكم والفضل ديال الله سبحانه وتعالى. وحنا غاديين معكم ان شاء الله. شكرا لكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم